مرحبا بكم أصدقائي الأطفال. في إطار الحملة التحسيسية الوقائية ضد فيروس كورونا تنظم مديرية الثقافة ودار الثقافة لولاية الطرف تحت رعاية السيد والي ولاية الطرف بتنظيم حملة تحسيسية حول فيروس كورونا وذلك في مناطق الظل. هناك المسرح وهناك التنشيط وهناك الرقص وهناك التوعية كذلك، وهذا بمشاركة فرقة نجوم المسرح والتنشيط لفرقة السيد داودي رضا لولاية الطرف وفرقة شمس المرجان لولاية الطرف. البرنامج المسطر وهو كالتالي: عرض مسرحي بعنوان كورونا ورقصات الأطفال، أسئلة متنوعة حول هذا الموضوع مع عملية التعقيم المباشر على مستوى هذه المدرسة، ويتخلله توزيع الكمامات والمعقم للتلاميذ. نتمنى أن يستفيد أبناؤنا التلاميذ ويستفيد من هذه الحملة، ونحن على المباشر ونشاهد هذه البراعم وهي متجاوبة مع هذه الأنشطة المقدمة من طرفنا. شكرا لكل من ساهم من قريب ومن بعيد من أجل زرع البسمة وزرع هذه التوعية في الوسط المدرسي. نعم أعجبني النشاط كثير. ماذا قدموا لكم؟ قدموا لنا مسرحية جيدة أعجبتني كثير. حول واش؟ حول فيروس كورونا. نعقم أيدينا. ليصلكم كل جديد اشتركوا في قناة الخبر على اليوتيوب ولا تنسوا تفعيل الجرس.